السلام عليكم. حتى نحصل على الفائدة الكاملة لتمرين البوش أب الضغط ونتفادى الأخطاء في التمرين، تابعونها في هذا الفيديو لأجل أنك تستفيد. أول خطأ عند نسبة من اللاعبين أنه لما بعمل تمرين البوش أب الباك بليت أو اللي هو السكابيلا اللي هو لوح الظهر ما بتحرك معه بالشكل الصحيح. الشكل الصحيح لوح الظهر، يعني شوف أنا الآن مثلا بقوم بعملية البوش أب، واحد شوف اثنين، راقب الظهر كيف، واحد شوف كيف مع الضغط او نزول لوحين الظهر واحد بيجتمعوا على بعض او بيقربوا من بعض، تمام، مع الصعود مع صعود للاعلى بيبتعدوا عن بعض، تمام. بدنا نركز عليها في التمارين انه واحد ينزل كامل هون يطلع كامل، يعني يدخل لبعض كامل ويطلع للخارج كامل. نيجي للخطأ الثاني. الخطأ الثاني كثير من الدراسات الحديثة تشير انه الفتحات الواسعة في التمارين مثلا في البوش اب، مثلا بوضعية البوش اب الان بهاي الفتحة الواسعة هاي ممكن تعمل وزن على الكف روتيتر اللي هو المفصل الكتف، فبالمقابل بيعمل لك الام في الكتف، فبيعمل ممكن بيعمل لك الام في الكتف، الام يعني بتشوفها مزمنة معك. فلذلك لتفادي هاي المشكلة الفتحة ما تكون واسعة بهذا الشكل، بتكون زاوية 45 أو زاوية 60، تمام، إما زاوية 45 أو زاوية 60، يعني ممكن تكون الكوع يكون قريب من الجامب من اللاتسمس أو العضلة الجانبية هاي اللي تبعت الظهر أو للأعلى، تمام، للأعلى إشي بسيط، ما يكون مرتفع لفوق عالي، ما تكون الفتحة واسعة، تمام. هالمقصود في الفتحة الواسعة هيك، يعني الكوع هو اللي بتحكم. كمان شغلة الآن في عنا طبعا هاي الخطأ الثالث، في ناس بيقول لي يا كابتن أنا ما بسوي بس أعمل البوش أب بصير عندي ألام أسفل الظهر، فهو مشكلته بعمل بهذا الشكل مثلا بسكر رجليه مثلا، تمام، ومنزل هيك ظهره وبيشتغل بوش أب، فالوزن الآن شوف الجسم مرتفع، الظهر من هون مرتفع وتقريبا الوسط الضغط الأكبر بصير عليه، فلذلك لازم تحافظ على جسمك يكون ايش مستقيم، واحد وتطلع فوق، اثنين تطلع فوق. في بعض ناس بيرفع بهذا الشكل برضه كمان غلط، لازم يكون جسمك خط مستقيم. في بعض ناس بينزل راسه بهذا الشكل بصير يعد بهذا الشكل غلط، هذا بعد فتره بيعملها تقوس في الرقبه اللي بسموه الفورورد هيد، تمام، اللي هو تلاقيه هيك ماشي بهذا الشكل، شوف كيف راسه نازل. لذلك حافظ على يكون حافظ انه يكون جسمك خط مستقيم في التمرين. واللي عنده الام اسفل الظهر بفضل يفتح رجليه في التمرين، يفتح رجليه في التمرين مشان يخفف الضغط على اسفل الظهر. نيجي للمشكله الرابعه. المشكله الرابعه التنفس. كثير من الناس بيجي بكتم التنفس وبيبلش يسوي التمرين تبعه، يعني بكتم نفسه وبيبلش مثلا زي هيك هون مثلا شغال 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 شغال, 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 شغال. طب اخر شيء بس خلص تلاقي داخ او صدع بقول لك صدع. لازم تنظم نفسك، النفس مهم كثير مشان تزود عضلات في الاكسجين، تمام، من هون بهذا الشكل. شوف عندك طريقتين احطك اياهم والاثنين صحيحات، تطلع هون شهيق، شوف ها شهيق من الانف، هاي نفس للداخل، تمام، او عكس، يعني انزل شوف انزل هون شهيق زفير شهيق زفير شهيق اللي التنفس للداخل والزفير تنفس للخارج. نيجي كمان خطأ كثير من اللاعبين بيجي مثلا بفتح زي هيك بهذا الشكل ماشي وبيشتغل نص بنص، واحد اثنين ثلاث، بعتقد انه هيك الشوب صحيح، او مثلا من هون واحد اثنين ثلاث اربعة. فاحنا عندنا الموشن رينج قديش بدي اوصل للحركة، يعني انا هون مثلا واحد بدي اعطي ابعد مدى، اثنين فوق ثلاث أربعة، يعني بدي أنزل كامل وأطلع كامل، نظري ممكن يكون للأمام أو نظري لتحت بس رأسي مستقيم، واحد شوف فوق. تحكم على الوضعية الصحيحة إنك تشتغل صح ولا لا، الصدر والبطن يكون بخط واحد وشبه ملامس للأرض، شبه ملامس للأرض. طبعا في بعض أنواع ممكن نلعبها يعني نص بنص، بس هاي ضمن تمرينك، احنا بنحكي الآن بشكل عموم، بشكل عموم إنه هاي شوف هاي الصدر ها مع المعدة شبه مستقيم، شبه سايب الأرض وبطلع، ها شبه سايب الارض وبطلع، وصل. ونيجي اخر نقطه، طبعا هاي فيها تفصيل بشغلتين ترجع حسب الرياضه تبعتك. اذا كنت فقط تلعب لياقه بدنيه تمارين سويديه كذا زي هيك، فسوي التمارين البوش اب بشكل بطيء مشان تحصل على الفائده، تمام، يعني تلعب كارديو اي تلعب اي شيء ثاني غير القتال. يعني مثلا واحد هون شوف، واحد
اثنين مشان تحصل على الفائده الصحيحه خذها هيك. اما اذا كنت لاعب قتال لا السرعه احسن. اذا كنت لاعب قتال لا اشتغل من هون شوف واحد. احنا مشان نقدر نخلي اللكمه عندنا سريعه ونضبط سرعه اللكمه فلازم يكون عندنا البوش اب يكون يعني احيانا ممكن نشتغل بطيء واحيانا سريع ونركز على السرعه في البوش اب. وفي كثير تمارين سرعات تمام. طبعا مع نهايه الفيديو بتمنى انك تنشر الفيديو لاصدقائك لاي واحد بيحتاجه واي سؤال اي تعليق انا بخدمه الجميع. ممكن تراسلني على الواتساب. يعطيكم الف عافيه.